هذه الدورة الثالثة لهذا المعرض ديال التبريد وتكييف الهواء. فعنوان هذه الدورة هذه هو النجاعة الطاقية والتأثير على البيئة. كما كتعرفوا التبريد ديال الهواء والتكييف عنده استعمالات متعددة في جميع المجالات الاقتصادية، في السكن وتستهلك الطاقة. الغرض من هذه اللقاءات ومن الحوارات اللي غتكون هو اننا نثيروا الانتباه للتكنولوجيات اللي تستهلك اقل ما يمكن من الطاقه، وبالمناسبه تتقلص من الانبعاثات ديال الغازات اللي تسبب في الاحتباس الحراري. فكاين مشاركين مجموعه ديال الدول من اوروبا من افريقيا وخبراء كذلك، والنقاش غادي يدور حول كيفاش يمكن لهذا القطاع انه يكون اكثر نجاعه ويقلص من الفاتوره ديال الطاقة، وبالمناسبة أنه يقلص من المساهمة ديالو في التغيرات المناخية، لأنه الغازات ديال التبريد اللي تستعمل في هذه الآليات هذه عندها واحد القوة ديال 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 الاحتباس الحراري أكثر من CO2، من ثاني أكسيد الكربون. ولهذا لا من الجانب ديال الاقتصادي ولا من الجانب المناخي والبيئي، فالمواضيع ديال هذا اللقاء هذا مهمة جدا. والمتمنيات ديالنا ان الفاعلين الوطنيين هنا نوصلوا لهم هذه الرساله هذه ويساهموا معنا ان شاء الله في تنزيل الاستراتيجيه الوطنيه للنجاعه الطاقيه. اليوم كنبريزونتيو لي ماشين ديالنا كي سيغ لا كليماتيزاسيون تريتمون دير اي شوفاج في هذا لو بروميير صالون ريفريجيدير ماروك اللي كيتورغانيزا في هذا الوقيته بالضبط، وكيجمع كاع لي بروفيسيونيل دو لا كليم اي دو فخوا. اي هذه مناسبه اننا نعرضوا لي ماشين ديالنا اللي كي سون فابريكاسيون 100% ماروكان، كيف ما كتعرفوا في لا فيزيون جديده ديال سا ماجيست لو محمد السيس الله ينصرو اللي هضر على المنتوج اللي كتصوب في المغرب 100% صنع مغربي. يعني في هذا الاطار هذا حاولنا نركزوا الحضور ديالنا في هذا المعرض هذا، وهي الالات ديالنا راها كتجاوب على كاع لي دومين، سواء بوغ لاندستري سواء تيرسيير سواء بوغ لي باتيمون لي زوتيل لي زوبيتو. دونك عندنا اون ديفيرسيتي دو برودوي كي ريبون لكاع لي بيزوان، وكنحاولوا نكونوا بريزون في المارشي واخا سي ان بو ديفيسيل d'intégrer les produits 100% marocains. Mais quand on dit, comme on dit, un produit marocain qui fait par des familles marocaines et qui fait vivre l'économie nationale. Donc, on dit qu'on essaie d'intégrer dans le marché. Et pas à part, alhamdoulilah, c'est ce qui est en train de se développer et notre pays va continuer.